وتوقفت عن هذا لما اعترف يعني، لما شعرت ان انا ممكن ارجع لدار اخبار اليوم بعد ما زال الاحتلال الاخواني على مصر. رجعت بيتي وتاني يوم قعدت مع مجموعه من الشباب، هم اهم ما في اخبار اليوم الحقيقه شباب اخبار اليوم. قعدت مع مجموعه من الشباب في قسم الاي تي وسالتهم تعرفوا برنامج جديد اسمه اوجمانتد رياليتي؟ ما قالوش ما نعرفش ولا نعرف. دخل على طول على جوجل ودوروا وشافوا فيديوهات وشافوا كلام وقروا. قعدنا بعديها بيوم نقدر نعمل الكلام ده، فكان التقدير انها في 8 شهور. الحقيقه هم انجزوا عملهم في 3 شهور مش في 8 شهور، كان ممكن العمل ينجز في اقل من هذا لو كانت البيروقراطيه المصريه العتيده التقليديه اللي موجوده في كل مكان اقل وضع عليهم من كده. احنا بنعايدهم طبعا، واظن في اخبارهم شويه شويه بنكسر هذا الكلام. كان الهدف هو ازاي نطيل عمر الصحافه المعركيه اللي عدد كبير من اساتذتنا ومن خبراء الاعلام يؤمنوا بكتير. سنه 2020 هتقفل نيوز ويك بقت ديجيتال فيما عدا الطبعات اللي هي حول العالم. صحف كتير كريستيان ساينس مونيتور توقفت وبقت صحيفه الكترونيه. بتوجه بالتهنئه للاستاذ ياسر رزق للحصول على جائزه نادي دبي للصحافه العربيه عن الاخبار الصحفي الذي اجراه مع سياده المشير عبد الفتاح السيسي. سيتوجه لاستلام الجائزه ان شاء الله غدا. كل التهنئه. اعمال محمد ابو العينين معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكي. النهارده بنحتفل معاك بالتطور التكنولوجي اللي عملته مؤسسه اخبار اليوم النهارده ودخول تقنيه الاي ار معانا. هو طبعا ده اول حاجه يعني الحقيقه النهارده انا فوجئت اول مره اشوفه النهارده، وسعدت جدا ان يعني المؤسسه العريقه للاخبار في مصر هي اللي بتقود حركه الرياده وحركه التقدم والسبق اللي موجود على مستوى الشرق الاوسط. انا فخور بهذا العمل ونفسي اشوفه مطبق في كل الجرائد، ونفسي اشوف مصر بقى العصريه الحديثه والسبق التكنولوجي ينعكس في تسويق مصر وخلق الاسم العالمي لمصر في كل المجالات، في المجالات السياحيه والزراعيه والرياضيه والاقتصاديه والسياسيه، عشان نسوق المعلومه الصح ونخاطب العالم بلغه العصر. دي وسيله حديثه ارجو انها تنتشر، وارجو انها تترجم الى اللغات، وارجو انها تكون رساله للعالم للحديث في نقل المعلومه والتقنيه الحديثه بإمعان وبتطور المطلوب اللي يليق بعصر التكنولوجيا النهارده. والله أنا سعيد إن أخبار اليوم طول عمرها سباقة. فالنهارده بتقتحم عالم الصحافة الإلكترونية والتفاعلية مع القراء، وده المستقبل يعني. فسعيد ومش غريب إن أخبار اليوم هي اللي تبتدي الخطوة دي في مصر يعني. فبالتوفيق إن شاء الله. انا شايف التقنيه دي هتخلينا بشكل قوي جدا موجودين جوه العالم، ان احنا بعيد عنهم. انا بشتغل كمدير فني لاتحاد الكوره ومدير فني لشمال افريقيا، احنا بعيد عن العالم، لكن التقنيه الحديثه دي هتدخلنا الفيفا نشوفهم بيفكروا ازاي، برامج ازاي التدريبيه، اللوائح، التعديلات في القانون، التطور الموجود في الكوره، الانشاءات اللي بيعملوها. مثال التقنيه الحديثه اللي دخلت اخبار اليوم النهارده هتخلينا جوه الفيفا، ودي كان مشكله للكره المصريه ان احنا دايما بعيد عن الفيفا. فان شاء الله اخبار اليوم طبعا برئاسه الاستاذ ياسر رزق قدمت لنا شيء، والمجموعه اللي اشتغلت في البرنامج هتقدم لنا وجبه احنا نتمنى ان شاء الله ان احنا نستفيد منها في المرحله اللي جايه. بنرحب بالكابتن شوقي غريب معانا في اخبار اليوم، المدير الفني لمنتخب مصر. انا سعيد جدا بوجودي في الصرح العملاق دي. انت عارفه حضرتك مؤسسه اخبار اليوم حاجه عملاقه يعني، وسعيد جدا بوجودي في وسط عمالقه الاعلام اللي احنا كلنا كنا بنقعد نستنى كل كلمه بيقولوها. رايك ايه في التطور التكنولوجي اللي حققته مؤسسه اخبار اليوم؟ بص حضرتك يعني انا سعيد جدا ان انا اشوف اول حدث بيحدث في الشرق الاوسط زي وفي مصر، يعني يكون مؤسسه اخبار اليوم مؤسسه عملاقه كبيره بهذا الحجم هي تكون صاحبه السبق
في هذا المشروع العملاق الكبير اللي فعلا هينقل كبير جدا 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 جدا، هينقل الحدث. يعني انت عارف سرعة نقل الحدث النهاردة بقت ما خلاص اتغيرت جدا. وزي ما يمكن الأستاذ التطور الجديد في الـ AR التكنولوجي اللي موجود وسرعة نقل الخبر سواء رياضي سواء سياسي سواء في أي حاجة، أخبار عامة، كل حاجة، انك تقدري دلوقتي تشوفي الحدث، تشوفيه وتشوفيه بصورته وتشوفيه بالحدث فيه وتشوفيه بكل حاجه وتشوفيه بنفس التوقيت على طول وبالسرعه اللي موجوده دي، او تناقل الاخبار فعلا. لما تشوفي الاخبار السريعه اللي تقدر تجيلك من جريده مؤسسه كبيره زي اخبار اليوم، انا سعيد جدا بالحدث ده، سعيد جدا ان احنا بنتواكب مع التطور اللي موجود جديد بالتكنولوجيا اللي موجوده. سعيد جدا ان احنا نقدر دلوقتي نتواكب، يعني مش عايز اقول على حاجه، يعني مش هقول ما ينفع او ما كانش ينفع ان تكون كم المواقع وكم الحاجات اللي موجوده دي ويكون دار عملاقه زي مؤسسه اخبار اليوم ما كنتش سبقه في هذا الحدث. انا بهني طبعا استاذ ياسر على اتخاذه هذا القرار، على مجموعه العمل اللي خدت هذا القرار، وطبعا دي يعني مش جديد على دار اخبار اليوم ولا جديده على الاستاذ ياسر رزق اللي دايما بيبقى عنده الجديد ودايما عنده التطور اللي موجود. انا ببارك طبعا لمؤسسه اخبار اليوم وبشكرها انها عملت تقنيه زي تقنيه الاي ار هتفيدنا احنا كممثلين بالنسبه لاخبارنا والاعمال بتاعتنا وكل حاجه خاصه بينا، وبرده هتفيد الناس، هتسهل عليهم حاجات كتير. فبجد انا ببارك لاخبار اليوم انها مؤسسه صحفيه كبيره ومهمه ومن اصدق المؤسسات اللي احنا يعني انا كفنانه بتعامل معاها، لانها شرح كبير وتطمني لما تدي لهم حوار بيعرف انه يوصل للناس كلها. مرسي ليكو، وانا مبسوطه ان انا موجوده هنا، والتكنولوجيا اللي بتحصل دي وانها طالعه من شباب صغيرين دي فخر لينا بجد. احنا النهارده بنحتفل معاكي بالتطور التكنولوجي اللي بتقدمه مؤسسه اخبار اليوم، انت شايفه التطور ده ازاي؟ بصي، اللي انا عارفاه دلوقتي انها حاجه اسمها اوجمانتد رياليتي، دي حاجه اول مره اشوفها، انه انت تعملي سكان على الجورنان على الخبر اللي انت عايزاه يطلع لك بقى فيديو ب 3D. وحتى واللي عجبني اكتر موضوع السينما، ان انا مثلا عايزه اشوف التريلر بتاع الفيلم ده، فهعمل سكان على الفيلم اللي انا عايزه ادخله، هشوف اذا عجبني حلو ولا وحش، هقرر اذا كنت هروحه او لا. فدي حاجة حلوة جدا، وبجد فعلا مبسوطة انها طالعة من شباب زي الورد، يعني شباب مصريين صغيرين، فدي حاجة بجد فخر.